باغ كونتر كي واحد يدافع على بلاده وي لا تجي وتولي وتحكيو على الفتنه وتولي وتحكيو على كيفاش نحكي على الجزائر سا بابا. هي في الاخير لما خرج من الحصه تاكدت ان الصحفيه مغربيه وكان هدفها طبعا الابتزاز وتهويل القضيه، واول من حرك الموضوع تقريبا هي الصحافه او هي طبعا الاقلام المهجوره المغربيه. حقيقة نظام مخزن معروف بالجانب هذا، معروف باطروحاته، معروف بالغلو خاصه للمنظومه والنظام الجزائري، غلو كذلك للشعب الجزائري. نظن فقط لازم يعرف انه هذا استغلال من ايدي خبيثه لزعزعه هذه الثقه الموجوده بين الشعب الجزائري الشعب التونسي وللجزائر، وتصريح خلى برشا ناس تعلق. بطبيعة برلماني جزائري يعتبر تونس ولاية جزائرية، اليوم يعتذر من التونسيين ويقول مفرداتي خانت المعنى في انستاتيو فيسبوك. الجزائر تعتبر تونس مهما كانت تونسية طبعا أخت صغرى بالنسبة لتونس، وتعتبر خلينا نقولها بكل صراحة تعتبر تونس ولاية من ولايات الجزائر المهمة جدا في الدعم نتاعها، لأنه السيد رئيس الجمهورية كان ركز على نقطة مهمة. قال لك أمن تونس من أمن الجزائر. إذا يعني هذا تعبيرك الخاص، يعني لا نريد أن نحمله لا على القناة ولا حتى على دولة الجزائر، لأنه يمكن أن يكون له أصداء كبيرة بالنسبة للتونسيين، بالنسبة لتونس، بالنسبة لسيادة تونس. يعني لا يمكن أن نعتبر بلد مستقل ذا سيادة على أساس أنه ولاية من ولايات بدل جار. لا 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 لا, 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 لا 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 انا حبيت انه انا الحقيقه سمعته ومرتين ولا ثلاثه الفيديو قصير دقيقتين ونص وما صدقتش وذني. المره الاولى عاودت سمعت وزدت عاودت سمعت. الحقيقه شيء مؤسف، مؤسف يصدر على برلماني جزائري سابق ويصدر على جامعي جزائري لقري الاقتصاد ويصدر على مواطن جزائري تجاه تونس. هو سماها الشقيقة الصغرى، سيدي كان يمشي بالكيلومتر المربع أصغر منهم ميساج، ولكن يوصل معناها به الحد باش ينعتها به كونها الجزائر صاهرة على مصالح تونس كأني صاهرة على أحد ولاياتها، هذا أمر مرفوض. وأنا واحد من الناس، أنا نتكلم باسمي الخاص، أنا مواطن تونسي، أنا أرفض اعتذاره، أرفض اعتذاره. وأنا نحسب الحقيقة معناها كونه هل اللي أتى به هذا سي الهواري اللي أتى به هو راهو تعبيره نتاع جزء من اون سيرتين أريير غارد موجودة، مازالت موجودة. معناتها أنت تعتبر لي هو أن لابسوس ريفيلاتور. أنا أعتبر كونه هو إكسبريسيون نتاع عقل باطني نتاع مسؤولين سابقين أريير غارد قدم اللي عندهم النزعة هذه. أنا وما فيكمش نخوة، ماكم تقولوا مسلمين وفي التاريخ رمضاني هذايا خلاقكم اللي تحبوا توريوه للعالم، بينتوا للعالم اللي ما فماش حاجه اسمها خلاق المسلمين. فما تدني وفما مرض وفما حقد وفما الحاجات الخايبه الكل، ما عندكم حتى علاقه باللي تحكيوا فيه، بلف وكذب. تعايروا في الناس مساكن الفقراء بالفقر نتاعهم، وانتوما الفقر قتلكم رغم اللي اغنى دوله في المنطقه، خاطركم لا تخدموا ولا تحبوا الخدمه ولا تعرفوا تخدموا ولا تعرفوا تتكلموا، اصلا ما تعرفوش تتكلموا. دع باع دع دي ونعمل ما تعمل شيء، اعمل يدك في رقبتك. غازكم مفكينهولكم، بترولكم مفكينهولكم، وانتم كيلو اللحم عندكم اللي تحكيوا علينا نحن بالملايين تشريوها. تتصوروا ما تصوروا انتم اللحم التمانيكو على هي نعم فوق راسي. تعرف باش نوريكم اللي انتوما 90% شعب تافه مش مسلمين وفطارة رمضان اللي انتوما نعاودها لكم تموتوا في البحر باش تجيو تعيشوا عندهم. هي اللي عندكم باش تحكيو على تونس، باش جاتكم تونس في وسطكم انتوما باش كنوارك باش تذويكم خاطركم كحل وردو محموم ما فيكم ما يتفصل. رواحكم مش لاقيه فيكم الخير باش تتمانيكو على عباد الاخر بترول وغاز، عندكم الغاز في كروسكم انتوما مش غاز في في في, في. في بلدانكم. خاطر مارينا شيء صفر، ما تقدمت ولا تطورت ولا عملت شيء حتى حتين. الاخر كي حاب يعدي فاكونس يجي فهمتي لتونس يتفرهد، والاخر كي باش يداوي يجي لتونس يتفرهد، ومن بعد تسبونا. هاي خريت فيه وعندك اكبر جامع برا ورينا شو تعمل بيه برا، ولدي يخدم بلادك سايب عليك من تونس. تونس لازم تفيق بكري 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 الصباح وتبدا تقرا وشوف تخرج باش توصل تقول تنقدنا وتريف وتنقد التوانسة. 10 ملايين عملوا فيكم في التهريه، 10 ملايين 10 ملايين تجي حومة عندكم، عاملوا فيكم فترة عايفوكم في حياتكم، خليكم تمشي تغدروا هكا، ماكمش ثقة في رواحكم فقدتوها أصلا، قعد لكم كان كزون العظم نتاع المهبلة. كيلو لحم عندكم يجيب تلفزة لهنا في ألمانيا. تونس
جاب بعد عليكم ياسر نحن مئات السنين. طب بعد مئات السنين طب يجي ولدي يجاوبك ويوريك كيفاش كنتم. البصلة ما تولي تفاحة وقليل الأصل ما تنفع معاه كان القباحة. الغاز ماكش تعطي فيه لتونس مزية، الغاز تقود به لفرنسا وتلحس به لفرنسا، وعندك عداوة مع المغرب وعندك عداوة مع اسبانيا، وما عندك منين تتعدى كان من تونس باهي وسقف فوق رقبتك ومش بلاش. والحاجة الأخرى كان تحكي على الشكر تشكرونا نحن اللي نعطيو فيكم في الصحة وفي النظر متاع عينيكم. في العالم كامل ما فماش كان دولتين يرجعوا النظر للعينين، اسبانيا وتونس، واسبانيا غالية عليكم. وأهم حاجة اللي تلقتوا بها على تونس وتحكيوا بها على الفلوس على تونس اللي تكلمتوا في الفيديوهات الكل فهمكم خاربة طايحة، كان جيتوا طالبتوا الدولة متاعكم اشترك بالكم سنين باش كي تتكلموا تجبدوا تونس تجبدوها على قليلة بفم يصلح داكوردو. ونعاود نقول لكم تونس راهي كبيرة عليكم. وحقا حكاية تونس ولاية جزائرية، الجزائر ولاية تونسية، الفايدة مش في الكبر والبهامة، الفايدة في الظرف والجهامة، الفايدة في التاريخ. تونس هذيك اللي حسبها ولاية بلاد حنبعل، قال لك إن لم أجد طريقا سأصنعه. حنبعل اللي وصل للجبال الألب داكوردو، بلاد يوغورتا اللي حط روما للبيع، بلاد عليسة اللي بنات كارتاج بجلد علوش. دونك قبل ما تجبد تونس أولا نطالب الحكومة الجزائرية تصلح لك فمك، وبعد ما كان نابو عليك وناب عليك ربي وصلحت فمك تمضمضو بالزهر باش تجبد تونس داكوردو. ونصيحة أخيرة قبل ما تجبدوا ياسر تونس، خافوا على الجزائريين اللي يعيشوا في تونس اللي مكدسين لهنا. احنا ما عندناش توانسة تعيش في الجزائر باش نخافوا عليهم، نتكلموا راسنا عالي وخشمنا في السماء وعينينا صحيحة. اما انتم خافوا على الجزائريين اللي هنا، عيب عيب عليكم. اولاد بلادكم ما لقاوش فيكم خير، عايشين في تونس وانتم تسبوا في البلاد اللي عايشين فيها. كيران كل يوم داخله بالفاسمات والعكاكز، ترجعوا تمشيوا على ساقيكم، لا صحه لا يكفر خيرك. فورماسيون تجيو تعملوا لهنا في المجالات الكل، لا صحه لا يقاري فيكم. نقريو ونداويو ونعانيو ونهزو ونزيدو نسمعوا الكلام الماسط. البصلة ما تولي التفاحة وقليل الراسل ما ينفع معاك القباحة. ترويحكم تضربوها بالريكة باش تنساو الواقع متاعكم المريرة كالبيوت القصديرية اللي صورها لكم تجي سناك بضحكم انترناسيونال يا بنغلاديش. تضربوا الريكة وتبداو تيماجينيو اللي انتوما كي تخطاونا ما نلقاش. سكر الحدود، هاشتاج سكر الحدود، تقعدوا كل كلاب وحدكم، لا المغرب ولا تونس، لا المغرب ولا تونس، قعدوا كيكة برا لتشاد ولا كان عندكم حدود أخرى معها. لكن إني توصل البارح حفلة على التوينسة عند واحدة تزيرية وماريتش تزيري، طلع راجل وقال في الحفلة متاحة قال عيب عليكم إنه أميتنا وصلت تسب، إنه عروضاتنا تسبت، إنه أنتوما اللي بديتوا، أنتوما اللي سبيتوا، أنتوما اللي عايرتوا، أنتوما على خاطر ما تشكرها بعتوا الدم اللي تحمى بينيتنا، أنتوما اللي بديتوا. انا مامتي تزيرية، انا امي تزيرية، انا كنت قبل واحد يجبد لي على تزيري كلمه سافابا نشعل اكثر من اللي على تونس قبل، لا هو صاي كرهتها من الكلام، من السب، من الشتم، من التطيح. انت خوك لكن يطيح لك كل يوم، تكره خوك ولدمك وبوك، خلي انسان جارك يعني في الدوله جاء مجاوره، بينتنا علاقات سياسيه، بينتنا اوكي دين واحد كذا، لكن تعدى الشيء حدوده. انا راه مش كنت قاعده قمت بوسط الحيط، راه ما كنتش قاعده كي قلقت قلت نحب نطلع تيك توك، العكس ماذا بيكم سينياليو ماذا بي صوتي تيك توك باش ما عادش نشوفوا انا الشيء هذا. هذا كل ما تراوش تراو كي واحد تونسي هابط فيديو يدافع على بلاده، توجعكم كي واحد يدافع على بلاده تتحرقوا، اما كي واحد يسب لنا احنا بلادنا واحد تعملوا روحكم عميان الكل ما تراوش. كي واحد رمضان يبدا صايم يحط في شقال فتره دموع على خده من كلام الجزيريه اللي طلعوا فينا الاشاعات اللي كلنا واكلين رمضان، مريتكمش الديف ومريت واحد حتى حد عمل فيديو قال لكم سكروا فيمكم عيب عليكم بيناتنا وكذا واخوات وكذا وكذا. بكونت كي واحد يدافع على بلاده وي لا تجي وتوليو تحكيوا على الفتنه وتوليو تحكيوا على كيفاش نحكي على الجزائر. سبابا الجزائر جارتنا امي هذيك تونس، انا امي تجبد لي امي، تجبد لي امي وبلادي يعني الزوز وتحبني انا نقول لك واو ما حليك. ليه كي كنولي انا منافقه نولي انا نضحك لك في وجهك، انا مش منافقه عمري لنا فقط. توصلوا معناها الاعراض الناس واحد وتحبوا العباد ما تجاوبكمش، كي يبدا واحد دارو بالار ما يضربش الناس بالحجر، راجعوا انتوما رويحكم انا ما يجنيد مرة.
الأخير لما خرج من الحصة تأكدت أن الصحفية مغربية وكان هدفها طبعا الابتزاز وتهويل القضية، وأول من 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 حرك الموضوع تقريبا هي الصحافة أو هي طبعا الأقلام المأجورة المغربية. نظن أبعادنا وعلاقاتنا مع التوانسة أكثر من هذا، مش لازم نتوقف عن كلمة ممكن كان مقصود بها نقاط إيجابية بالنسبة لتونس، وطبعا نقصد بها أمور طيبة في تونس. نظن هذه الفكرة هذا كان مغرض وكان هدف منه طبعا تسييس العملية واللحمة اللي موجودة بين الشعب الجزائري والشعب التونسي، مش فقط كلمة من مثل صحفية أو من الصحافة المأجورة طبعا تحرك هذه الأمور وتحرك هذا الإثارة. نظن أنا أعتذر للشعب التونسي، لكن ليس كلمة طبعا مبتورة طبعا أريد بها طبعا الباطل. نتوت، ولكن كان لغة تاعي تكون لغة واحدة أخرى، ما عنديش تخوف من كل صحفيين، ولكن اللغة تاعي راح تكون لغة واحدة أخرى موجهة طبعا وتكون حذرة جدا بالنسبة لهذه الصحفية. نظام مخزن معروف بالجانب هذا، معروف بأطروحاته، معروف بالغلو خاصة للمنظومة والنظام الجزائري، غلو كذلك للشعب الجزائري. نظن فقط لازم يعرف أنه هذا استغلال من أيدي خبيثة لزعزعت هذه الثقة الموجودة بين الشعب الجزائري والشعب التونسي. الذي تكلم عن تونس، الذي تكلم عن حضارة أكثر من 8000 سنة، الذي تكلم عن حضارة 8000 سنة وقال إنها من أهم الولايات الجزائرية. للأسف الشديد شخص يعني لا يملك من الذكاء ولو قليلا. الجزائر أسست سنة 1962، 60 سنة، وهذا موافق بالتاريخ، لأنه لم تكن اسمها الجزائر من قبل، لا، كانت اسمها المغرب الأوسط. تونس كانت اسمها المغرب الأدنى، والإمبراطورية المغربية المغرب الأقصى. نعم، ويتكلم عن 8000 حضارة، 8000 سنة حضارة. كفاكم، ما نقولوش يهديكم ربي إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ما نقولوهاش أبدا. أنا نقولكم كفاكم كذب وافتراء. شيخ جزائري يعيش هنا في مدينة مونتريال، والله العظيم قال لي شيء لا يمكن وصفه، والله يندله الجبين. قال لي عندما كانوا يدرسون في السنة الأولى ابتدائي، كان المعلم يكتب على السبورة العدو المغربي. شوف كيفاش كانوا يعلموا فين،